هاي جايز ويز ماتش بيس لاف، انا بلال مدن، والفيديو ديال اليوم غيكون فيديو اخر في السلسله ديال كلمات وعبارات المانيا اللي كتعاونك باش تبان بحال ولد البلاد وكتبينك بلي ميتريزي لا لونغ مزيان. بزاف منكم قالوا لي نزيد في هذا الفيديو سادوما، ولاحظت بلي بصح كتستافدوا منهم، دونك هذا الفيديو سادوما غنزيد منهم اختار واختار. والحاجه اللي بغيت نقول لكم، اذا كنتم سبق لكم ما تفرجتوش هذا الفيديو بعدا، غتجبروا اللينك ديالهم هنايا. والحاجه اللي بغيت نبارطاجي معكم وهي بلي ما بقيتش اكتيف بزاف على انستغرام، حيت مع الاسف التليفون تهرس، الديسبلاي ديالو ما بقاتش خدامه، طاح، ودابا عادك عنجيب تليفون اخر. ساعتك عنرجع عن انستغرام كنبوستي، وملي كنهضر لكم دابا على انستغرام عيبان لكم هنايا، عملوا فولو حيت تما كاين بزاف ديال الانتراكشن، كاين بزاف ديال الانجيجمنت. والحاجه اخرى الاخرى اللي بغيت نبارطاجي معكم وهي في شهر واحد وحتى في شهر جوج، يمكن حتى النص ديالو ما عنكمش كنبوستي لي فيديو. والسبب علاش خديت هذا القرار هدايا، حيتاش ملي بديت في شهر 9 ستاج ديال الفان ديتود ديالي، وانا ملي الاثنين حتى الجمعه كنكون كنعدل ستاج، الجمعه في الليل كنكون عندي خدمه اخرى، ساعتك السبت كنصور لكم الفيديو والحد كنمونطيه. دونك من الاثنين حتى نهار الحد بصح ما عنديش حتى شي بريك، وهذا الشيء هذا كنعدلو هذه من شهر 9، دونك 9 كامل، 10 كامل، 11 كامل، هذه 3 شهور كامله وانا هيدايا. غنكمل دابا في شهر 12 نفس الشيء، ولكن شهر واحد باغي شويه نرتاح، وباغي نبدا العام بشويه بواحد ريفريشين وبزاف الحاجات اخرين. وغنهضر لكم حتى في واحد الفيديو اخر على كيفاش داز لي العام اللي فات، كيفاش تعدل ماشي ريزولوشنز، ولكن غنهضر لكم على حاجه اخرى. دونك هادي غير باش تكونوا عارفين شنو كاين. سينو في انستغرام عنكم دائما اكتيف على داكشي، ما تنساوش تعدلوا فولو تما، ما تنساوش تصيفطوا الاسئله ديالكم، تحضروا معايا في اللايف، وتكون تما مور انجيجمنت وكلشي. وبالمناسبه الحاجه الاخريه قبل ما نبدا الفيديو، اللي هنايا اول مره في هذه الشين هذه، هاد الشين هذه كتخصكم ما كيتعلق بالفاينانشلز اورجانيزيشن، الحياه هنا في المانيا اللي كتاخذ واحد الحيز كبير بزاف، وهذا الشيء كامل عاد تقدروا تجبروها في الشين. دونك ما عليك غير تمشي تما تشوف ديك البلاي ليست، تشوف الحاجات اللي كيعجبوك تفرج فيهم، واذا عجبوك ديك الفيديو ما تنساش تعدل لايك كومنت وسبسكرايب، وحتى بارطاجي مع اصحابك اللي غيكونوا حتى هما مهتمين بديك المواضيع وداك الشيء اللي كاين تما في ديك لي فيديو ولا في الشين هذه. دونك بلا ما نطول عليكم، يلا ندوزو للفيديو ديال اليوم ونشوفوا العبارات اللي وجدت لكم. سو هاسلرز، انا رجعت لكم دابا، وكيف ما العاده 10 ديال العبارات الالمانيه ولا الجمل الالمانيه اللي غيقدروا يعاونوكم بزاف. وهاد العبارات هادو ما تبصح كنظن يمكن احسن من اللي فاتوا، حيتاش مور بروسايز وفيهم شي المعنى تمزيونين. المهم نبدا لكم بالاولى، الاولى هي طوماتن اوف دين اوغنهابن. طوماتن اوف دين اوغنهابن هي زعما مثلا ما كتردش البال شي حاجه، يعني مثلا نقولوا حنا كنا كنخلفوا انا وياك في الطريق وشي حاجه وقعت، وانت كاع ما رديتي البال، ساعه غنشوف برا غنقول لك حصلوا طوماطن اوف دين اوغن ودافاس، زعما واش عندك يعني بحال ما كتردش البال، واش ما رديتيش البال شنو وقع ولا شنو. دونك هذه كتقدر تستعمل بزاف، وانتم كتعرفوا حنا بزاف كيكون الحاجه كتكون كتوقع بعض المرات الواحد ما كيردهاش وما كيعرفش كيفاش يقدر يقول هاد العباره هادي بواحد الطريقه اللي فاني ولا ماشي بواحد الطريقه اللي سيريو، حيت اذا قلتها بواحد الطريقه سيريو تقدر تقول له بحال انت مكلخ ولا شي حاجه، ولكن ملي كتقول لها بحال هدايا كتجي كيف ما كيقولوا لوستيك. العبارة الثانية وكتقدر تستعملها ملي شي واحد خان ولا شي واحد اللي كيخون، كتقول يماند اس فخيمد جيغان، يماند اس فخيمد جيغان، هذه في الباست، واما الفيرب هو فخيمد جين كتكتب مكتوبة مع بعضها مشروكة، هذه كتعني بلي شي واحد خان ولا شي واحد خائن، وكتقول بكل سهولة يماند اس فخيمد جيغان ولا اكس اس فخيمد جيغان ولا فخيمد جين كفيرب. اذا كان شي حد غشك ولا شي حد اللي بغى بصح يعني هيدا يستغلك في شي حاجه ولا مهم ما عملش الخدمه ديالو كاكمل وجه، ولا ما عملكش الحاجه اللي انت بصح انتينا باغيها تكون، يعني شي واحد غشك، ساعه كتقول فوم يماندن اوف دين لايم جين. هذه شويه صعيبه باش تبرونسيها حيت بها بزاف ديال دم دم دم، يعني كتجي بصح صعيبه، ولكن كتقول فوم يماندن اوف دين لايم جين، زعما شي واحد عتغش ولا شي واحد عتريطو في شي حاجه كتقولها هيدايا. قولوا مثلا هذه تقريبا بحال بحال الاولى، ولكن الفرق بيناتهم هو نقولوا كتشرح لشي واحد شي حاجه، كتشرحها له كتعاودها له وكاع ما كيقدر يفهم، شرحتيها له عاودتيها له، ولا كتقول له شي حاجه اللي هي واضحه وكاع ما كيفهمها. ساعه كتقول له ايم بريت فور ديم كوبف هابن، ايم بريت اوف ديم كوبف هابن، زعما بحال حنا كنقولوا مالك مسمك ولا مالك ما مدحشر ولا مالك ما كتردش البال ولا مالك ما كتفهمش، ايم بغيت ولا كنقولوا مالك محجر، كنظن يمكن الحجر هي اللي اخترنا بعد في تطوان كنقولوها،
يعني شي واحد اللي كيكون الفهم ديالو ثقيل ولا شي واحد اللي ما كيفهمش. اذا شي واحد بقى كيجرب شي حاجه بزاف ديال المرات كيجرب وما كتصدقش، ولكن المره الثالثه هي اللي صدقت، ساعه كتقول على غوتن دينغ زين دراي، على غوتن دينغ زين دراي، زعما الحاجات كاملين اللي مزيانين هما كيوقعوا من بعد الرقم ثلاثة. احنا كنقولوا الثالثة ثابتة، يعني إذا بغيتي تقول الثالثة ثابتة كتقول على غوتن دينغ زين دراي. إذا شي واحد كان كيهضر معاك وكاع ما فهمتش شنو كيقول، شي حاجة بحال كما كنقولوا واش كتهضر بالتشينوية ولا شنو؟ في ألمانيا ما كيقولكش واش كتهضر التشينوية، ولكن كيقولوا تاس كونت ميا شبانيش فوا، كيقولوها على الاسبانيولا ما عرفش علاش. حتى الاسبانيولا ماشي زعما شي لغه معقده، ولكن محتاج بالزربه ديالو وكلشي كتقال بحال هيداك، ساعه كيقولوا داس كومت ميا سبانيش فوا. اذا كنتي فشي مشكل كبير بزاف وخرجتي منه كتقدر تقول، حنا كما كيقولوا الله معايا باللي خرجت من هاد الحاجه هذه، ولا نسيت كيفاش كنقولوها حنايا بالضبط، ولكن اذا بغيتي تقول باللي كنتي متورط فشي حاجه كبيره وخرجتي منها كتقول اوس ديم شنايدر زاين، زعما اوف ديم شنايدر زاين، زعما خرجتي من شي حاجه ولا خرجتي من شي حاجه اللي كبيره. اذا كنتي كتهضر بحال دابا انا مثلا كنعدل معكم الفيديو، عندي واحد التسلسل ديال الافكار اللي خصني نعدلو معكم، وكيقولوا باللونجلي اي لاست تراك اوف ماي ثوت، زعما مشالي السلسله ولا مشالي الحبل ديال الافكار ديالي، هذه كتقال باللونجلي. واذا بغيتو تقولوها بالالمانيه كتقول ايش هاب دين فادن فيرليرن، ايش هاب دين فادن فيرليرن، يعني باللي مشالي الحبل ديال الافكار ديالي. اذا كنتي متورط في شي حاجه زعما ماشي مشكل، ونقولوا حتى انتينا كيف ما كيقولوا يو ار اولسو انفولفد، يعني حتى انت داخل في ذاك المشكل ولا داخل في ذاك المعمعه، اذا بغيتي تقول شي واحد باللي انتينا داخل في ذاك المعمعه هذه شويه احتاج فيها لي فيرب بزاف، كتقول زيش اتفاس تو شولدن كومن لاسن، زيش اتفاس تو شولدن كومن لاسن، وهذه كتعني باللي شي واحد متورط في شي حاجه. طبعا انا ملي كنعطيكم الجمله كنعطيها لكم يعني في الانفينيتيف، نتوما عليكم خصكم ساعاتك على حسب واش كتهضر مع عدو ولا خصك تشبر وتصرفها، وساعاتك كتقدر تستعمل. هذه هي الاخريه كما كيقولوا ختامه مسك، والعباره اللي بصح مزيونه تقدروا تستعملوها. نقولوا احنا مثلا واحد المشكل اللي انت دخلتي فيه هو ماشي الخطا ديالك، عارف شي حال مثلا الوالدين ديالنا بعض المرات كيكون ماشي الخطا ديالهم، ولكن غير ولادهم عدلوا شي خطا وكيدخلوا في داك التمشغيل هذاك، ولا مثلا شي صاحبك غير حتى هو عزيز عليك عاد تجبره عاد تجبر راسك دخلتي لديك المعمعه واللي انت ماشي السبب فيها. هذه هي كتقول اتفاس اوس بادن موسن، المعنى ديالها باللي شي حاجه دخلتي فيها وبغيتي تشبر وتحلها ولكن هو ماشي الخطا ديالك، دونك كتقول اتفاس اوس بادن موسن. دونك هادو هما العبارات اللي كانوا ديال اليوم، كنتمنى يكونوا عجبوكم. اذا عجبوكم ما تنساوش تعدلوا لايك كومنت وسبسكرايب للشين، وطبعا بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم اللي مهتمين بالموضوع ولا مهتمين حتى بمواضيع اخرى اللي كاينين في الشين. الفيديو اللي فاتوا عجبروهم هنايا، انستغرام عجبروه هنا، ضروري عدلوا فولو في انستغرام كيف ما قلت لكم، قد ما كنشوف الانتراكشن اختار قد ما كنت موتيفا باش نبدل لكم المواضيع اختار باش نزيد لكم في الحاجات، وكنعرف شنو نتوما باغي تشوفوا وشنو نتوما باغي تفرجوا. دونك خليو كومنت خليو لايك سبسكرايب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، وخليو لي في الكومنت مع 10 العبارات اش من احسن عباره اللي عجبتكم. والحاجه الاخريه واللي هي كادو في الاخر ولا في الديسكريبسيون ديال ديك صندوق الوصف، عاد جبروا تما اللينك ديال هاد العبارات هادوما، دونك عاد دخلوا لهم عاد جبروهم هما والعبارات ديالهم مصرفين ولا مترجمين اللي عتعاونكم باش تكونوا صافي، عاد جبروهم في الاخر واجدين، وعاد جبروا حتى ديال الفيديو اللي فات. دونك شكرا حتى شفرتوا الفيديو حتى الاخر، وكما كنقول دائما حتى الفيديو اللي ماجي كيب جرايند كيب حاصل.